دكتورة لبنى عبد الرحيم، خبير التربية والسياسات التعليمية. النهاردة كان في ورشة عمل لقاء بين لجنة تعليم بيت العيلة ولجنة رجال الدين والخطاب الديني ببيت العيلة أيضا، أول مرة يحدث هذا اللقاء في الوزارة. الهدف منه إن إحنا بنتكلم عن التنشئة للطفل، وإيه دور وزارة التربية والتعليم، وإيه دور المؤسسة الدينية في دمج القضايا الأخلاقية والقيمية في التنشئة الاجتماعية للطفل. توصيات الحقيقة كانت رائعة جدا، ويمكن حاجات كتير قوي بصينا لقينا لجنة التعليم عاملاها، يعني كان لجنة رجال الدين بيسألوا لجنة التعليم كانت عاملة ده فعلا. يعني من ضمن الحاجات ان يقوم بتدريس مادة الدين هم رجال الدين خريجي مثلا الأزهر او من الكنيسة، يكون معتمد من المؤسسة الدينية اصلا. احنا كنا عاملين ده في توصيات وثيقة التعليم، احنا لجنة التعليم عاملين في بيت العائلة المصرية وثيقة للتعليم، يمكن هي لسه ما ظهرتش للنور لان يجب يطلع عليها معالي وزير التربية والتعليم، وايضا يوافق عليها مجلس امناء بيت العيلة. بعد كده المفروض تنشر وتعلن ونمشي عليها من ضمن مش عارفة امتى، لان هي بتاخد خلاص الاجراءات يعني، بس قريب ان شاء الله. من ضمن توصياتها ان فعلا رجال الدين هم اللي يقوموا بتدريس مادة الدين، او على الاقل ان هم يكونوا مسؤولين عن تدريب المعلم اللي بيقدم مادة التربية الدينية.